أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار خدمة تشغيل العيادات المسائية في المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لخدمة المواطنين المؤمن عليهم والمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي. وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي أن الخدمة الجديدة تتيح استخدام العيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بكافة محافظات الجمهورية لتشغيلها كعيادات مسائية طبقا للاحتياج ولتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للمرضى المنتفعين من منظومة التأمين الصحي.